في مسألة أساسية اليوم هي تحرك بهاء الحريري. بهاء الحريري يعني عم يعمل اجتماعات بقبرص وأعلن موقف، بيقول الوزير السابق النائب السابق باسم السبع ما يلي في مقال بموقع لبنان الكبير: بهاء يتصرف أنه بخير وهو ليس بخير، ماهر بهاء في الإساءة لك ولنفسه ولعائلته، محزن جدا الرفض الواسع لسلوكه والانطباع السائد لدى جمهور واسع من اللبنانيين بأن طموحه محصور بالاستيلاء على الملك السياسي لشقيقه، بدليل أن المال الذي اشترى فيه خدمات شاشتين تلفزيونيتين كبيرتين ووجوها إعلامية تعمل على القطعة وبعض الأزلام اللاهثين خلف الأدوار، هذا المال ليست له وظيفة سوى أن ينكسر سعد، حبذا لو كان الانطباع خلاف ذلك، وحبذا لو مد يده إلى يد سعد لمصافحتها لا لقطعها، لكانت البشرى تليق بك وبالمسيرة التي عمدتها بالدم. قرر البركان أن ينفجر بشقيقه، وربما هناك من استدعاه لهذه المهمة، والتصرف في الحالتين من علامات الآخرة في السياسة وليس من علامات الخير والبدايات الصالحة. كيف حضرتكم كنواب دكتور عبد الرحمن أولا كيف تقرأ تحرك بهاء الحريري؟ بداية أول شيء الأستاذ باسم السبع معروف أنه هو شخصية قريبة جدا من الرئيس سعد الحريري، وربما أحد أقرب الأشخاص اللي موجودين حواليه. صح. ومن أفضل العقول كمان اللي كانت حده. ما حدا بيقلل من أكيد. صح. من قدراته، لكن خلينا نقول أنه السيد بهاء الحريري بفترة من الفترات نتيجة الفرق شعوره بأنه اليوم الرئيس سعد الحريري انكفأ في السياسة ولو انكفاء مؤقت كما قال، جرب يعبي هذا الفراغ. ربما الطريقة اللي قارب فيها أو الأسلوب اللي قارب فيه ما لقوا الاستحسان الموجود، لكن نأمل نحن حقيقة أولا لأننا نحترم الرئيس الحريري وإرثه، بنأمل أنه يكون العلاقة كتير جيدة بين الأخوين. حضرتك ابن صيدا دكتور عبد الرحمن وابن عائلة سياسية عريقة. صحيح. وحضرتك نائب مرموق وعندك تاريخ سياسي، هل تعتقد أنه في خلف بهاء الحريري دولة؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه بهاء الحريري يعتقد أن له أحقية أنه يكون موجود في الساحة السياسية. بنتأمل أنه بهاء مع سعد يحطوا إيدهم وبإيد بعضهم أول شيء، لذلك يحفظوا إرث رفيق الحريري أولا العائلي وربما بعدين الإرث السياسي، وبنتأمل أنه العلاقة بينه تكون موجودين. نحن معنيين فيهم كصيادلة بالأول ثم كلبنانيين بعدين كأبناء للرئيس الحريري، لكن لا أعتقد أن ما يقوم به بهاء هو نتيجة دفعة من دولة معينة أو من جهة معينة. أنا اللي بدي أقوله احتراما للرئيس سعد الحريري وعائلته، ما بدي أعلق على موضوع شقيقه بهاء، ولكن بدي أدعي فقط الشيخ بهاء الحريري للوقوف إلى جانب سعد الحريري وإلى جانب تيار المستقبل اللي هو رصيد الشهيد الرئيس رفيق الحريري. أوكي. أستاذ سليمان العقيلي، في سؤال طرح من فترة أنه هل السعودية تدعم بهاء الحريري ولا بعيدة عن هذا الجو؟ لا أطلاقا، السعودية ليست مستعدة للدخول في دهاليز السياسة اللبنانية، وحتى يعني داخل الطائفة السنية السعودية يعني لم تضع يدها على هذه الطائفة، بل تعاملت مع قادتها السياسيين، وعندما انسحب القادة السياسيون تعاملت مع القادة الروحيون، وهذا دليل. إذن لا يوجد أي دعم سعودي لبهاء الحريري؟ لا أطلاقا، وأنا أعتقد أنه يعني المشكلة ليست في الشخصيات وإنما في السياسات. ربما لو يعود سعد بسياسة وطنية كما كانت في 14 آذار ربما يكون أيضا مقبولا ومدعوما. المشكلة هي في السياسات وليست في الأسماء. أوكي. على كل حال، كانت واحدة من صفات الرئيس الشهيد رفيق الحريري أنه حين يتصل به المرء يعاود الاتصال به حتى لو متأخرا بالليل، لم يكن يمتنع عن الإجابة على أحد. سيد بهاء الحريري كان المفترض أنه يدلي بدلوه، ولكن منذ أيام يتصل ويلغي ويتصل ويلغي. أنا فقط أريد أن أوجه ملاحظة أنه اقتدوا بالرئيس الشهيد رفيق الحريري ربما أفضل. أستاذ محسن عندك تعليق؟ أنا عندي تعليق بسيط جدا.
كان على بهاء الحريري يقف مع أخوه خصوصا بهالمرحلة هاي، وكان عليه هو حاول يدخل بالسياسي قبل الانتخابات وحاول يشكل لويح بالبقاع بالشمال بيروت وين ما كان، ولكن عندما انسحب خيو انكفأ هو فأصبح ما عنده هدف عام، عنده هدف يتزكزك بخيو، وإذا شيء غلط غلط كأخ، غلط كقضية، غلط كمسار، غلط كاتجاه. فأنا من هون بشوف أنه خطأه مش يروح على يعمل إزاعة ويحكي على التلفزيونات ويعمل كذا، يفوت مع الناس مع الشعب. هلا هو بيمثل بأمريكا، نعم يعمل ذكرى لأبوه بأبرس أو بنيويورك، كان أحرف فيه يعملها هون، يجي يقف حد خيو ويعمل ويضل في خلاف. شو فيها قديش كان كبير انه يقف مع خيو على الضريح يقرا الفاتحه او يستقبل هالناس. صحيح. وبعدين يروح يقعد ببيت تاني، ما يقعد ببيت خيو حر هو. وعلى كل حال كل تصريحات سعد الحريري كانت تلطيف للجو مع بهاء. صحيح. كان يعتبره خيو الكبير ويحترمه.